بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنز عظيم جديد من كنوز السنه لا يعلم اكثر الناس. الفضل العظيم الفضل العظيم جدا جدا بصلاه التسبيح في يوم الجمعه. روى الامام حسام الدين المتقي الهندي في كتابه العظيم كنز العمال، والامام الدارمي من حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: ليس من اعياد امتي عيد افضل من يوم الجمعه، وتسبيحه في يوم الجمعه افضل من 1000 تسبيحه، وركعه في يوم الجمعه او ركعتان في يوم الجمعه افضل من 1000 ركعه. الحديث ده معناه ايه؟ معناه ان انت اي عمل بتعمله يوم الجمعه سواء ذكر او صلاه او صدقه بيتضاعف ثوابها اكتر من 1000 ضعف بلا مبالغه. يوم الجمعه هو ليله القدر الاسبوعيه، لانه وفي حديث ثاني صحيح لابو داود انه افضل من عيد الفطر وعيد الاضحى، وعيد الاضحى ده افضل ايام العشر الاول من ذي الحجه بعد يوم اللي هو بعد يوم عرفه. برضو انس بن مالك قال ان الثواب يتضاعف 1000 ضعف في ايام العشر الاول من ذي الحجه الا يوم عرفه 10000 ضعف. وكل الاحاديث دي بتقوي بعض وتصحح بعض. فهذا الحديث رواه الامام الديلمي ورواه ايضا ابن. طيب، في عمل عظيم جدا لو عملناه يوم الجمعه تحصل ثواب بلا مبالغه يصل الى مليون حجه مليون غزوه في سبيل الله. يكون طريقك الى الفردوس الاعلى من الجنه. اولا صلاه التسبيح صحح حديثها اكثر من 100 عالم. 100 عالم. وفي في ناس كتبوا فيها كتب، عشان اياكم ان تستمعوا لمن يضاعف يعني ينكر هذه السنه العظيمه. جمهور العلماء على تصحيح وتحسين الحديث. طيب، صلاه التسبيح صباح عظيم جدا يوم الجمعه. ليه؟ في حديث صححه بعض العلماء وحديث حسنه بعض العلماء من حديث ام هاني قالت له رسول الله: كبرت وضعفت فدلني على عمل اعمله وانا جالسه. قال لها: سبحي لله 100 تسبيحه فهي تعدل لك 100 حجه في سبيل الله، واحمد الله 100 تحميده فهي تعدل لك كانك حملت على 100 فرس ملجمه تخزين في سبيل الله، وكانك غزوت 100 غزوه في سبيل الله. وكبري لله 100 تكبيره فتعدل تصدق ب 100 بدنه. الى اخر الحديث. الحديث ده في حديث ثاني ان اللي يسبح 100 تسبيحه صباحا ومساء ياخد ثواب 100 حجه. يسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى 100 مره صباحا و100 مره مساء، ويكبر 100 مره صباحا و100 مره مساء، ويهلل ويقول لا اله الا الله 100 مره صباحا و100 مره مساء، له ثواب 100 حجه و100 غزو و100 غزوه و100 وكانه غزا 100 غزوه في سبيل الله، وكانه تصدق ب 100 بدنه. الكلام ده وانت قاعد. لو انت بتصلي، لو انت على الوضوء الثواب يزيد، لو انت بتصلي الثواب بيزيد ويتضاعف. اضرب الكلام ده كله بقى في اكثر من 1000 يوم الجمعه. هنحسب، تعالى نحسب مع بعض. سيدنا علي بن ابي طالب قال ايه؟ قال: احتسب على الله ان الحرف في القران ب10 حسنات من غير وضوء، ولو انا على وضوء 25 حسنه، ولو انا بصلي قاعد ب50 حسنه، ولو انا بصلي واقف ب100 حسنه. يبقى التسبيح وانت بتصلي يتضاعف 10 اضعاف ثوابه. طب اضرب الكلام ده كله في 1000. طب اذا كان واحنا قاعدين، لو احنا سبحنا 400 تسبيحه صباحا 400 تسبيحه مساء، بناخد ثواب 100 غزوه و100 حجه و100. طب صلاه التسبيح فيها 1500 غزوه، يبقى اضرب في 2 200 و200 و200 200 غزوه و200 حجه. اضرب الكلام ده في 10، يعني الثواب يتضاعف في الصلاه العاديه، في الصلاه في يوم عادي يبقى 2000. طب اضرب الثواب ده في يوم الجمعه في اكتر من 1000، 200000. انت بتسبح 1500 مش بتسبح 800 بس. يبقى شوف سوق الثواب العظيم، يبقى هيصل الثواب الى مليون غزوه ومليون حجه في صلاه التسبيح. صلاه التسبيح كيف تصلى؟ بتقرا الفاتحه وتقرا القران، وبعدين بتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله 15 مره، بعدين تركع تقول 10 مرات، ترفع من الركوع تقول 10 مرات، تسجد تقول 10 مرات، ترفع من السجود تقول 10 مرات، تسجد تاني تقول 10 مرات، ترفع من السجود ما تقومش تفضل قاعد تقول 10 مرات، يبقى كده 75 تسبيحه. كل واحده منهم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله، تكرر ده في الاربع ركعات يبقى 300 تسبيحه كل واحده منهم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى اضرب الكلام ده يبقى 1500 تسبيحه. 1500 تسبيحه ده وانا قاعد باخد، هيبقى اكتر من 200. ده وانا بصلي وبصلي وبتوضا يبقى اضرب 2000 وانا بصلي
طب في يوم في الحج الثواب ده بيضاعف اكتر من 1000 ضعف، يبقى الثواب هيوصل لقد ايه؟ هيوصل لقد ايه؟ مئات الالوف من الغزوات، مئات الالوف من الحج، وتكون من الذاكرين الله كثيرا من الغزوات، وتدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب. قال جاء في بعض الاثار اللي بيصليها ولا مره واحده تدخل الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب. يبقى انت لو وظفت عليها كل جمعه الثواب هيكون ازاي؟ احنا لسه قايلين ان الثواب اي عمل صالح بيتضاعف يوم الجمعه. اذا محروم اللي يعرف الكلام ده وما يعملوش، محروم الثواب العظيم. ذلك انا واظب على صلاه التسبيح في كل يوم الجمعه، واكثر من الصدقات في يوم الجمعه، طبعا غير التبكين لصلاه الجمعه زي ما قلت لكم قبل كده، بتاخد بكل خطوه. لو انت صليت في ابعد جامع بس تروح في اول ساعه بعد صلاه الفجر، كل خطوه قيام سنه وصيامها، يعني لو مشيت 1000 خطوه سنه، مشيت 1000 خطوه رايح 1000 خطوه جاي، يبقى كانك عشت 2000 سنه، قمت الليل قمت النهار. كرر الكلام ده كل اسبوع في شهر، يبقى 8000 في السنه، 80000 في 10 سنين ملايين. تلقى الله سبحانه وتعالى معاك ملايين السنين من العباده، من القيام والصيام. قول قولي هذا استغفر الله، يا ريت نصلي نعظم على صلاه التسبيح في كل يوم جمعه. قول قولي هذا استغفر الله.